Il est ça. Ben, on reprend le tournoi, la Ligue nationale de King of Fighters 14, édition 0. La Ligue nationale qui est maintenant le Botola Lwatania de King of Fighters. Avec Nabil, Neo Geo Now, où je fais bzaf des matchs, les canaux couillent, couillent bzaf de l'abbé d'Yenna. Et on va faire la troisième phase de l'Hadnar. On est dans la première étape de la Ligue nationale, de le tournoi. Donc la première étape de l'Hadnar Loul de l'Awahada. Je fais un match de Kbar, je fais un match, je fais MDGS eSports, je fais Juventus Academy, je fais Freezer, Elgado, Ichizim, etc. ومازال غنشوفوا يعني كاينين اربعه لي ماتش اخرين اللي غادي يتلعبوا دابا اللي غيتلعبوا اون ميم طون واللي غندوزو لكم دابا هو اف سي مستقل ضد مازاغون اي سبور اف سي مستقل دونك عندنا فيها فيتري كاي مول جافيل كونتر مازاغون اي سبور اللي هو فريزر والكادو اللي هما عاد شفناهم كلهم لعابه كبار كلهم لعابه بمستوى كبير في كينغ اوف فايترز ويعني كما قلنا الحمد لله عندنا هاد التظاهره هذه الاولى من نوعها في المغرب اللي غنقدروا نشوفوا هذه اللعابه في هذا المستوى هذا واللي كما قلنا هذه يلاه البدايه وان شاء الله يعني حتى الاسم ديال هذا التورنوا تسمى رود تو كينج اوف فايترز 15 اللي هو الطريق ديال الى كوف 15 اللي غادي يخرج فيه ان شاء الله واللي غادي يدار فيه لا ليغ ديال 2022 ان شاء الله اللي فيها كينج اوف فايترز 15 وفيها فيفا وغنعاود ناكدها سورتو للناس اللي عاد جاوا يعني اللي ما كانوش معنا في الاول هو ان هذه يلاه البدايه ديال الايسبور او ماروك الى لو جو ديالكم ما كاينش في هاد ليغ الى عندكم دي جو اللي كتبغيتو تحترفوا فيهم واللي عندكم فيهم ولا لعابه بغيتو تشوفوهم على الصعيد الوطني والصعيد العالمي فيعني ما يبقاش فيكم الحال هذه يلاه البدايه غيتزادوا غيكونوا دوطخ جو ان شاء الله والى عندنا غير دو جو هاد المره غيبدو عندنا اكثر ان شاء الله اذا اون كومونس لا بارتي عندنا اف سي مستقل دونك مع مازاغون اي سبور مازاغون اي سبور دونك عندنا الغادو بروبرتيري وكينغ وعندنا مول جافيل مول جافيل هو يعني قوي حتى هو في كينغ اوف فايترز بزاف ديال لي جو كومبا ديال اس ان كا وديال ستريت فايتر ساموراي شودان واللي معروف في الاف جي سي في المغرب وسورتو في اف جي سي ديال الرباط اذا الغادو دار خطا كبير انه طلق سوبر بلا ما كان كونفيرم مول جافيل يعني استعمل هذا الخطا هذا واستفد منه ولكن الغادو يعني كيثبت لينا عاوتاني انه عنده واحد كيدير واحد لابريسيون كبيره كبيره بزاف غنشوف واش مول جافيل يقدر غير هو مع الاسف الغادو يعني كيدير واحد لابريسيون كبيره ولكن كي دي فوا كي يعني كيطلق سوبر بلا ما كيكونفيرمي وهذا خطا اللي انا شخصيا انا كنديرو بزاف واللي كنعرف كنعرف ان ملي كدير بحال هكاك يعني خطا كبير وكي كتكون لعاب سورتو كونتر لعاب اللي كيستغل هاد الفرص كان راوند ثاني مول جافيل نيلسون كونتر الغادو سكيري تيري كيما كنقولوا ليه لان عنده تاريخ قوي بزاف مول جافيل كان كنساينو يدير هاد الخطا اي 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 اي, اي. ايا يا على الدمج حال 40% مشات فرمشت عين الغادو كيدي هاد الراوند كيحيد نيلسون المرجافي شوفو شنو غيقدر يدير ضد جو واش تيري سكيري تيري كما كنسميوه ديال الغادو غادي يكون عنده دي شانس انه يقدر يحيد حتى دوزيام جوور المول جابيل اي 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 دون المول جابيل اول مره كنشوفو يعني كنشوف جو ديالو اللي هو قوي جدا جو اللي هو لعب تاهو اللي عنده الطلقات ديالو هوريكين ابر اللي كتكونترولي الفلو ديال الماتش ما كتخليش اللاعب يجي يقرب وما غتخل خطا خطا بلوكا ماشي خطا ولكن يعني مول جافيل بلوكا الرايزين تاكل ديال الغادو وبالتالي كان يمكن له بونيشيه بطريقه سهله جدا الغادو عنده اخر لعاب كينغ 3 سوبر يقدر يكاز مشى ما كويك ماكس مود مع الاسف دروب الكومبو مع الاسف تعطل دونك ضيع شويه هذاك يعني مشى ليه هذاك الماكس مود ضيع هذاك السوبر هكاك مول جافيل لعب شويه اون كونترول واخا ديفونسيف كيحاول ولكن اي 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 سوبر كبير
اه لا 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 40% مشات الكينغ والغادو، ما بقاش عنده لافونتاج لانه واخا يربح مازال ليه لعاب اخر كامل بيرسوناج الانرجي ديالو كلها. موجافيل كيربح الماتش الاول ماشي بسهوله، ولكن ما كانش ماتش اب صعيب عليه. اذا 1-0 في هذا البرومي اف تي 2 ما بين اف سي مستقل و مازاغون اي سبور. الغادو مره اخرى كيبين لينا يعني القوه ديالو بتاري، ولكن مع الاسف ما كانتش كافيه ضد ليكسبيرتيز نقولوا ولا ليكسبيريونس ديال مورجافيل. يلعب عاوتاني يعني لي جوغ ما ايزون با شونجي دو بيرسوناج، الترتيب حتى هو لو ميم. الغادو كيستعمل يعني الشوريو ديال روبير اللي هي اونتي اير زوينه بزاف، ولكن في نفس الوقت خطيره، لان الا تبلوكا الا بلوكا بلوكا ديك تبلوكات الشوريو كيبقى البيرسوناج اوبن ويقدر يكون دامج كبير بزاف. اذا الغادو قدر يحيد نيلسون مونجافيل في الراوند الاولاني، ماشي يعني ماشي ساهل، ولكن قدر يحيد ليه يعني عنده لافونتاج دابا. نشوفو واش يقدر يدير شي حاجه كونت جو اللي قبل، بين على انه كان صعيب عليه انه يحيده من المعادله. الكادو كيحاول يدير البريسيون ديال القبيله، ولكن موجافيل ما خلاش. دوك يتبت لينا على انه ما عندوش غير تيري اللي كيدير بيه لا بريسيون، يعني كيدير صار بريسيون كبيره بروبا. موجافيل سوبر كبير. مع الاسف ما قدرش يعني الكادو ما كان عنده ما يدير، كان ديجا داير طلق الطلقه ديالو، دونك ما كانش تكلو لا يبلوكي لا حتى شي حاجه. موجافيل ضحى بلي سوبر ديالو، ولكن حيد عليه روبير. يبقى ليه الان خصو يشوف كيفاش واش يقدر شنو يقدر يدير ضد سكيري تاري. نبدينا في لابريسيون ديال الغادو ما زكلوش. لا 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 50% 50% ولا 55% مشات. يعني الغادو خصو يحيد جو اسرع وقت. هاد رايزن تاكل خطيرة بزاف كيخاطر بها، اوغوزمون كو صدقات ليه هاد المرة، واني خطيرة بزاف، لان الا تبلوكات كيبقى تيري اوبن لأي حاجة. والجافيل كيضطر انه يمشي للتخوازيام جوار ديالو اللي هو تخوازيام بيرسوناج اللي هو تشوي، ولكن الغادو حاليا بدا. لا 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 الغادو داير ما بغى في هذا الماتش. مونجافيل كيحاول ينتقم. ليفل 2 سوبر، ليفل 2 سوبر، ليفل 2 صعيب بزاف شكون عنده لافونتاج دابا، ولكن مونجافيل كيربح الراوند. كيبقى الغادو باقي ليه كينغ، باقي عنده امل يقدر يربح هذا الماتش. نشوفوا شنو غيقدر يدير الغادو كينغ كونتر مونجافيل تشوي، ساشون كو الغادو عنده 3 سوبر الوغ كو مونجافيل يلاه عنده واحد. مي ما نساوش كو تشوي صعيب باش تحكمو لانه صغير بزاف. خطأ. نشوف واش غيستغلو الغادو. ما خصوش يدروبي مع الاسف، كان يمكن له يكمل ما كملش، ولكن في هاد الساعه كنشوفو ان الغادو هو اللي عنده لافونتاج وهو اللي دا الماتش. دونك واحد لواحد الغادو تادابتا وقدر يربح مونجافيل. اذا ايغاليتي في هذا الاف تي 2، واش غادي يديروا ريبلاي؟ واش غادي يعاودوا ريماتش لي ميم بيرسو او لا غادي يبدلوا؟ اذا فضلوا يبقاو بلي ميم بيرسوناج ديالهم. مونجافيل غيحاول يتادابط ويحاول ما يديرش نفس الاخطاء اللي دار، الخطا اللي ولا ماشي الخطا، لو فات انه مشى له نيلسون في الاول. كان عنده واحد يعني واحد لي في
خايب ولا في صعيب بالنسبه لمونجافيل، نشوفوا واش غادي يقدر يتادابطو يحاول يربح روبرت اللي كما قلنا الكادو كيستعملوا بحال هادشي باش صعيب نيلسون انه دغيا كيدوز من موراك، وبالتالي انت كتكون غاردي في جهه كتكون غاردي في جهه اخرى. ولكن الكادو بروبير كنا كنقولوا سكيري تيري، دابا ولا عنده حتى سكيري روبير اون ميم طون، جوج روبير وتيري اللي ما كيدير واحد لابريسيون كبيره بزاف ما كيخليكش تفكر شنو دير. يعني الكادو كيدير راوند الاول كيحيد نيلسون في راوند اللي شويه نقولوا الريبلاي ديال الماتش الاولاني الماتش اللي قبل من هذا. لا 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 دونك حكموا عرفوا غادي يبقى دونك يعني عرفوا خلاه كيدير ليه تلقى مورا تلقى، خلاه حتى ارتاح انه غادي يبقى يدير وحده مورا وحده، ودار ليه سبيسيال كلايماكس سبيسيال كبير وقدر يحيد عليه رغم انه ضيع يعني ضيع بزاف ديال لي سوبر باش يدير ديال لي ستوك باش يديرو، مي بغى يحيد عليه روبير كوم سا يبقى ليه غير تيري وكينغ ويوليو في تعادل من ناحيه لو نومبر دو جوار نومبر دو بيرسوناج اللي بقى لهم. اي 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 دونك نفس القضيه اللي دار بولجافيل عاوده الكادو تيري خطا ماشي خطا ولكن كما قلنا رايزن تاكل مي كتضيع لا لا الكادو دونك بولجافيل دروب الكومبو كان يمكن له يسالي الراوند في ذاك الخطا اللي دار الكادو، ولكن مع الاسف دروب الكومبو مازال عنده لافونتاج بالاو اكس. بولجافيل كيربح الراوند، الكادو كيبقى ليه تيري كيبقى ليه كينغ بوحدها. حاولوا يعتمدوا على لي بروجيكتير تلقات باش ما يخليوش اللعاب الاخر يقرب ليهم. بينهم سترايك تايجر ابور ديال جو مولجافيل سوبر ليفل الاول، ولكن داله يعني اسي باش يكون عنده لافونتاج. الكادو مشى كويك ماكس مود ما خصوش يزكل ما ضيعش ومشى الكومبو. الماتش ديال الكادو مازال ما ساليناش، جاب مشى ماكس مود كيستعمل طلقات او اكس. الكادو بلوك سين يعني بلوكا قدر يبلوكي هادشي كامل. مولجافيل اي 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 لا 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 ما يمكنش يعني الماتش ديال الكادو مع الاسف راوند ديالو مالوغوزمون مولجافيل استغل الفرصه، وقلنا راه ما بقى يعني ما بقاش عنده الانرجي ما بقاش عنده، ولكن قدر انه يقلب المجرى ديال الماتش وياخذ يربح الماتش بالتالي يربح هذا الاف تي 2. يعني الكادو بين مستوى عالي جدا كذلك بالنسبه لمولجافيل. ماتش زوين زوين بزاف واللي واحد من بزاف ديال الماتش اللي شفنا اليوم اللي كيبين المستوى العالي اون اوتر فوا عاد نقول على المستوى العالي ديال اللعبة ديال المغاربه في كينغ اوف فايترز كينغ اوف فايترز 14. اذا اللي تلحقوا بينا مع تلين معكم نبيل نيو جوناو وهذه ليديسيون زيرو كينغ اوف فايترز 14 ليغ ناسيونال كينغ اوف فايترز 14. كما قلنا اربعه لي ماتش كيتلعبوا اون ميم طون، تقدروا تشوفوا لي ماتش الاخرين لي ستريم ديالهم راه كاينين في لو ليان ديال ستريم هاد. اذا حنايا الماتش اللي كنا كنتفرجوا فيه واللي مازال غادي نكملوه اللي هو اف سي مستقل مع مازارون اي سبور، دونك مولجافيل ربح هذا الاف تي 2 والان غادي يدوز غادي يلعب ضد فريزر اللي شفنا المستوى العالي ديالو من قبل وكما عارفين عليه زعما كي هو يعني تبارك الله لاعب كبير او نيفو انترناسيونال. نشوفو مولجافيل شنو غيقدر يدير كونتر فريزر. اللعابه كيجربوا لي يعني كي لي بوطون يعني كيما قلنا كل واحد كتكون عنده لامانيت ديالو والستيك ديالو. شوفوا
l'oreille de Moljavel contre Frizzle. Frizzle, donc le farqa dialo ma katghayer shko Krishuna ou Hayden qui bqa soual wach ghaydir Hayden هو الثاني ولا الثالث اللي قبيله هذ جوج مرات هو كيدير هو الثاني وكنظن انه كان ماشي خطا ولكن اعطى ما كانش ما استفدش من هايدن بحال اللي مين كتخليه هو الثالث بالنسبه لمجابيل دونك خلى نفس الفرقه ديال قبيله ديال نيلسون جو وتشوي كان هذا ماتش مهم جدا نشوفو شنو غيقدر يدير مول جافيل كونتر فريز ان اونكور اون فوا اف سي مستقل مول جافيل كونتر مازاكون اي سبور فريز نيلسون كونتر كوكري دان فريزر كان هايدن هو الثاني كوكري هو الاول كيحاول يعني بالتلقات ديال كوكري كيحاول ما يخليش نيلسون يقرب ليه لان نيلسون اون فوا كيقرب ليه كيقدر يعني باللعب ديالو كيبدل كيجي من موراك دغيا بواحد السرعه كبيره بزاف وفريزر عارف هادشي وداكشي علاش كيحاول يخليه بعيد كيستعمل لي بروجيكتيل ديالو هاد الساعة الخطة اللي داير فريزر ناجحة وما خلاش مجافيل يقرب ليه دان الراوند الاول في الصالح حاليا في صالح ديال فريزر اللي يقدر ياخذ الراوند بكوكري ماشي بسهولة ولكن ما مشاش ليه يعني ماضي ما مشاتش ليه لانرجي بزاف مجال عنده الافونتاج كبير كبير على مجافيل شوريو كانسل في سوبر لعبة جميلة بزاف اللي دات بزاف ديال الانرجي للفريزات دات بزاف ديال الدم كما كنقولو واللي فريزر عارف راسو انه ما غاديش يربح هاد الراوند ولكن كيحاول يحيد شحال ما قدر من الانرجي ديال جو هذا الجميل على كينغ اوف فايترز هو انك كتلعب وفي نفس الوقت كتادابتي اللعب ديالك واش الا كنتي غتخسر عارف راسك خاسر دونك خاصك تحاول دير اللعب لاخر شحال ما كثر شحال ما قديتي ديال الانرجي باش اللعب اللي موراه ديالك من يدخل يكون عنده افونتاج ماتنو فريزر عنده اي 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 او داز ليه السوبر داز هو السوبر ديال جو هادي اللي يعني ما كانش يتحاب ليه بوسيبل خطا ديال مون جافيل استغلو فريزر سوبر ديالو اللي داز هو السوبر ديال جو وقلب الاوت كام ديال هاد الراوند كتحس ان فريزر يعني رغم انه ماشي ماتش اب سهل لعب خطا ولكن ما دار به حتى شي حاجه لان ما كانش عنده سوبر وما بغاش يضيع السوبر بغا يخليه الراوند جاي لان كيما قلنا هايدن بلا سوبر بلا او اكس كيكون شويه ليميتي ما نساوش ان فريزر مازال ليه جوج لعابه يعني هايدن زائد شوني مونجافيل بقى ليه غير تشوي ولكن تشوي كونتر هايدن يعني كاين واحد لافونتاج ان تشوي صعيب شويه تشدو ولكن مع الاسف ما قدرش يكمل الكومبو دروب الكومبو فريزر ولكن باقي اي بابا بابا با. شو المستوى ديال فريزر المستوى ديال فريزر بهايدن ما كيتفلاش بهايدن مجابي كيحاول تشوي كيحاول يخربقو كيحاول يعني ما يعطيهش راس الخيط فين غادي يكون ولكن واخا هكاك هايدن مع المونسلاشر ديالو مع لي كومبو اللي عنده مع سورتو مع الاو اكس صعيب بزاف وفريزر كيربح الماتش 1-0 كونتر مجابي اون فوا فريزر بهايدن
يعني لعاب قوي قوي بزاف. دونك دازو الان لي ماتش ما غاديش يكون ان شانجمون في اللعابه في لي بيرسوناج، ولكن مرجع باش شو انه دار شوي هو الاول، دونك بدل لعب اوليو من تروازيام دار هو الاول. وانا كنفضل شخصيا كنفضل شو يكون في الاول لانه كي صلاح كباتري وكيعمر لي سوبر اللعابه الاخرين اللي كيبقاو ليك. شوفوا شنو يقدر يدير فريزر الكوكري كونتر تشوي. تشوي هو كيما قلنا واحد البيرسوناج اللي صعيب صعيب تعرفوا فين غي فين غي فين غيهبط مي كينقز، كيتحكم في لي بليكو ديالو كيتحكم في النقاز. ولكن فريزر بطبيعه الحال الخبره ديالو اي خطا ديال مول جافير كيسحب له ان فريزر مازال تما. ديفو عالي عالي جدا. فريزر كي كوكري كي ياخذ البروميير راوند. مجافيل بنيلسون بين لينا قبيله على انه عنده نيلسون خطير جدا، ولكن ما نساوش عاوتاني راه فريق نهضروا على فريزر اللي عنده خبره ضد انه لعب ضد دي جوار من العالم كامل، يعني لعب دي جوار من جابون من لاشين ولعب كبار اللي خدم منهم خبره. وهو شخصيا يعني كان قال لي شخصيا انه دوز دو موا فلاشين مورا ما خرج كينغ اوف فايترز 14 باش يتعلم باش يلعب ضد اللعابه الكبار اللي كاينين في فلاشين فلازي، وتعلم تعلم وخد خبره منهم. وداك الشيء اللي كيبين لينا اللي كيبان لينا هنايا في المستوى ديالو. مون جافيل عنده صعوبه عنده سبيسيال كبير يقدر يحكموا به ويحكموا به، ولكن غير كافي لان باقي ليه غير جوب وحده، بينما فريزر باقي ليه اللعابه ديالو كاملين ومازال هكاك il a le contrôle derrière le match. Javel, يعني خاص صعوبات بزاف مع فريزر اللي واش غيكون عندنا ان او سي في كنظن كان حنا كنلاحظوا ان او سي في تماما، يعني لو ماتش كامل تربح ان جوور يقدر يحيد 3 جوور. دونك 2-0 في هذا الاف تي في هذا الاف تي 2. دان ندوزو دابا يعني اون اي توجور في سميتو كنظن ايغاليتي دابا 1-1 1-0 لصالح ديال مازاغون اي سبور. 1-0 بوغ مازاغون اي سبور. اذا نشوفو دابا ال يعني لا رونكونتر الثانيه، نشوفو شكون اللي غادي يلعب هو الاول. في نفس الوقت كما قلنا كاينين 3 اوتر ماتش اللي كيتلعبوا في نفس الوقت اللي يمكن لكم تشوفوهم، يعني ما كتشوفوهم هنايا معنا في ستريم، ممكن لكم تشوفوا ستريم ديالهم بوحدو في لي ليان اللي كاين سور ستريم. دونك انكور اون فوا هادي سي لا ليغ ناسيونال اديسيون 0 كينغ اوف فايترز 14. عندنا لعبه يعني لو تورنوا اون دو ايتاب، هادي كنلعبنا حاليا في لا بروميير ايتاب بروميير جورني ديال لا بروميير ايتاب. عندنا دي جوور حاليا في دو ستاد كاينين في طنجة و في بوزنيقة اللي كيلعبوا مباشرة اللي كتشوفوهم حاليا سور ستريم. وهادي كما قلنا هي لا بروميير جورني ديال ليديسيون زيرو ديال لا ليغ ناسيونال كينغ اوف فايترز 14. وان شاء الله سي كما سميناها رود تو كينغ اوف فايترز 15 باسكو سي فريمون الطريق كينغ اوف فايترز 15 اللي غادي يخرج في ديبي ديال 2022 اللي غادي يكون في لا ليغ ناسيونال 2022 افيك فيفا كما قلنا.
Encore une fois, un grand merci à l'ICOM, l'ICOM, bien sûr, pour la Fédération Royale, surtout la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques, qui a été créée pour cette tadahura, qui a fait ce genre de tadahura, qui est possible, possible, dans le Maghreb. Et donc, on passe à la deuxième rencontre du match. Il y a le FC Moustaqil contre Mazagan Esports. Then on a V3K contre Freezer. On a un scroll qui m'a gagné, c'est 2 contre 2. Donc Moul Javel qui a gagné Elgado, خسر مع فريزر دابا فريزر غادي يلعب ضد فيتري كي عندنا فيتري كي بليونا اللي بين لينا قبيله ك يعني عنده ما يقول ليونا فريزر طبيعه الحال بدا بكوكري مخلي هايدر هو الثاني ما بقاش كيدير يعني كان العاده ديالو ان هايدر كان يكون هو الثالث عنده في الـ في في لي ماتش فيتري كي ليونا هايدن فريزر هايدن فيتري كي يحاول يدير بريسيون في الاول ويني هايدن قدر يخرج من الكورنر قدر يخرج من القنت هادو بجوج دي بيرسوناج اللي صحاح بزاف واللي عندهم يعني بجوج عندهم داك المون سلاشر اللي هو ان انتي اير اي 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 كومبو سوبر با فريزر ما كيتفلاش بهايدر كما تعودنا عليه وكيدي الراوند بيتري كي قال شوني هو الخط افونتاج واضح فريزر هايدر وشوني يقدر يبلوكي داك بلوك سترين كامل كان يمكن له فريزر كان يمكن له يدخل بريسيون كبيرة دايرها فريزر ما خلاش الفيتري كاي شنو يعني ما عطاش فرصة انه يدير شي حاجة يقدر انه يقدر دي كومبو شوني ولكن مع ذلك قدر يدير له دامج حاليا لافونتاج عند فيتريكي اللي قدر يحيد هايدر الفريزر الدغني راوند ديال هاد الماتش ميرو الماتش ديال شوني افونتاج كلير عند فريزر لان عنده الانرجي ديالو كلها بجوجهم عندهم دو ستوك و تخوا ستوك بور فيتريكي حتى واحد ما لقاش فريزر عاود فيتري كي فيتري كي الاوفنسيف يعني كل لاعب كيحاول كل لاعب كيحاول يلقى منين يدوز لاخر وفي نفس الوقت ما بغيش يدير خطا لان خطا في كينج اوف فايترز يعني يقدر يعني انك خسرتي الماتش فيتري كي فيتري كي تا الماتش مستوى عالي جدا ديال فيتري كي لان كنا كنقولوا لافونتاج عند فريزر ولكن عاوتاني كينغ اوف فايترز هذا وشوني كما قلنا شوني لعاب بيرسوناج قوي بزاف
وفي يد ديال شي واحد اللي كيعرف يلعب به بحال فريزر ولا فيتريكا كيما شفتو كيقدر يخلق معجزات. وداك الشيء اللي شفنا مباشره حاليا. اذا نشوفوا واش غادي يعاودوا يخليو لنا ميم بيرسوناج بالنسبه نشوفوا شنو واقع بالنسبه لي زوطخ ماتش. دونك حاليا عندنا ليكيب بلاك لوتوس 1-0 كونتر اس اي سبور والنهضه الرياضيه جوفنتوس اكاديمي 1-0 كونتر النهضه الرياضيه. كما قلنا 3 زوطخ ماتش كيتلعبوا في نفس الوقت اللي يمكن لكم تشوفوهم على ستريم لي زوطخ ستريم اللي كاينين لي ليان ديالهم في هذا الستريم. دان دوزو شو فريزر كونتر فيتريكي كوكريشوني هايدن فريزر عاوتاني كيعاود يخلي هايدن هو الاخر بحال اللي دار قبيله ومازال كنتسائل علاش كيديروا هو الثاني وهذا السؤال اللي غادي نطرحوه عليه شخصيا لان سي تري انتريسون لان هايدن معروف انه كيكون حسن هو الثالث بالنسبه لفيتريكي. دونك بينيمارو ليونا وشوني هو الاخر. فيتريكي مخلي لا ديستونس من على فريزر وكيدخل غير من يكون يدير لي كومبو ديالو بحال اللي دار دابا وهي خطه ناجحه اللي خلاته يدي راوند الاول. شوفوا واش التغيير اللي دار فريزر انه خلى هايدن هو الاخر واش تكون عنده نتيجه او لا. الحمد لله كنقدروا نشوفوا هذا المستوى العالي ديال الدراري ديالنا فيتريكي فريزر بول جافيل الغادو وكاع اللعبه ديالنا لي 16 جوور اللي داخلين في هذا التورنوا لا بروميير ليغ ناسيونال دو جو فيديو مارك. فيتريكي مازال كونترولي الماتش بينيمارو واللي يقدر يعني عنده فرصه انه يحيد اللعب الثاني لفريزر واللي الا دارها راه غادي يكون عنده واحد لافونتاج كبير كبير بزاف ولكن فريزر ما عطاهش هذه الفرصه ولانسا سوبر مورا شوريو. فيتريكي بليونا قبل يبين لنا عنده قدرات كبيره بليونا يقدر فريزر يحيد ليونا ولا ينقص لها من الانرجي كنظن يعني هذا شيء مهم بزاف باش يكون عنده ماشي لافونتاج ولكن يكون عنده لي شونس انه يربح. بلا ما استعمل السوبر غير بالماكس موت شحال ديال الدمج 35 و 40% اللي مشات ماشي مشكل واخا خسر قدر يحيد يعني ان بو دينيرجي ليونا مي مالوغوزمون باقي ليه جوج ديال اللعابه جوج ديال لي جوار باقي ليه ليونا باقي ليه اللاعب الثالث ديال فيتريكي. واش فريزر في هايدن افيك 3 ستوك يقدر يدير هاد يعني هاد المهمه الصعبه هادي. هايدن اون اي اكس مود كيخلع بزاف لان عنده الطلقات ديالو غابيد بزاف. اي 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 فيتريكي استغل الفرصه وقدر يدوز في البروجيكتيل ويدير السبيسيال ليفل 2. فريزر الكومبو ديالو مع الاسف شاف القنت ما قدرش يحكمه ما قدرش يكمل الكومبو وبالتالي هذا فونتاج كبير لفيتريكي اللي باقي له شوني يحاول يقدر واش غادي يقدر انه يربح هايدن دابا ولا لا صعيب شي شويه ولكن اي 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 برافو برافو برافو. كما قلنا يعني مون سلاشر في محله انه ما خلاش ينقص عليه. الان الدغني راوند ديال الماتش فريزر بهايدن وفيتريكي بشوني وديجا بين لنا فيتريكي ان شوني ديالو صعيب بزاف وغنشوفو واش فريزر يقدر يدير شي حاجه ساشو كو ما بقاش لي انرجي بزاف كتعطي 35%
وهذا بلا لي سوبر عنده يلاه واحد دونك ليميتي شي شويه. فيتري كي عنده لافونتاج كلير. هذا الكروس اب مع الاسف ما قدرش يحكمه. او اكس طلقات فيتري كي قدر يبلوكي. اوي 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 لا 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 حكمه. وي اذا قدر. اذا 2-0 pour Vitry K. 2-0 pour Vitry K. ما كنتش كنتوقع هاد الريزولتا. ما كنتش كنتوقع هاد الريزولتا entre Vitry K و Freezer. 2-0 pour Vitry K. يعني ماتش اب كان صعيب بزاف ولكن Vitry K قدر يعني يقدر يكونترولي الماتش سورتو لو ماتش لو ديرني ماتش كان في الصالي. يعني من الاول كان باين انه لافونتاج عند فيتري كي. مع الاسف فريزر لو شونجمون اللي دار ديال هايدن هو الاخر اللي هو كنظن بلو لوجيك. لوجيك ما كنظن احسن من انه في التالي ما دارش شي نتيجه كبيره. بالتالي 2-0 بور فيتري كي. لان ماتش اخر من الماتشات يعني القويين اللي شفنا اليوم في لا ليغ ناسيونال ماروكان ديال كينغ اوف فايترز 14. هنا كنشوفوا لي ماتش الاخرين اللي كيتلعبوا اون ميم طون اللي هما كيما قلنا انا بجوج ديال المدن بوزنيقة وطنجة واللي يمكن لكم تشوفوا هاد لي ستريم لايف. نرجعوا ل غادي نرجعوا ل اف سي مستقل كونتر مازاغون اي سبور. فيتري كي مونجافيل كونتر فريزر الغادو. وبصراحه يعني هذا الماتش الاخر ما كنتش كنتوقع 2-0 بور فيتري كي كونتر فريزر. 2-0 اللي زعما ما كنتش كنتوقعها. وهذا كيدل على ان عندنا بزاف لعاب اخرين اللي عندهم المستوى عندهم لو طالون عندهم المستوى اللي ما كانش عندهم فرص باش نشوفوهم كما قلنا او نيفو ناسيونال وان شاء الله او نيفو انترناسيونال. اذا هذا رول تو كينغ اوف فايترز 15. سي فري كو يعني كينغ اوف فايترز 15 ما بقى له والو يخرج وهذه فرصه يعني باش نشوفوا المستوى ديال اللعبه ديالنا اللي غادي يكون في كينغ اوف فايترز 15. لان اي حاجه تعلموها اي حاجه داروها وكسبوها في كينغ اوف فايترز 14 غادي يدوزوا بها في كينغ اوف فايترز 15. إذن نشوفو شكون اللي غادي يلعب دابا. هو الأول عندنا إلغادو تيري كينغ روبر مع كونغ مولجافي. شفنا قبيلة هاد الماتش شفنا على أن إلغادو كان صعيب يعني بالنسبة لمولجافي. وخا مولجافي ربح مكانش الماتش لي سهل. إلغادو كيبدا ديما بروبر مولجافيل بنانسون. روبر كيحاول يدير إلغادو لا بريسيون ديالو بروبر اللي كيدير لا ميم شوز اللي كيدير بتاري. ونانسون خصو يقرب ليه باش يقدر يعني يتلفو بديك الطريقه لانه كيقدر يدوز من مورا البيرسوناج الاخر بالزربه. في نفس الوقت خصو يحضر راسو لان إلغادو دونك إلغادو بروبر وتيري وكينغ ومورجافيل بنيلسون وتشوي وجو. دونك سي إلغادو كونتر مورجافيل. مونجافيل كيدي راوند بنيلسون. إلغادو
كنظن الكادو كنظن موجافيل هو اللي عنده نيلسون وجو تشوي ماشي فيتريكي. الكادو تيري هاد الماتش اللي شفناه قبيله تيري دونك الكادو تيري كينغ بروبير ومول جافيل جو تشوي نيلسون. اي اي ماكس مود كومبو ديال جو ماتش اللي شفناه قبيله اللي مول جافيل قدر يتغلب. ماتش مشى لإلغادو راوند ديال إلغادو تيري قدر يحيد جو مول جافيل كيبقى ليه تشوي خاصو يحيد يغلب تيري و كينغ. قبيله شفنا ان إلغادو كان عنده مشكل شويه مع تشوي نشوفو واش تادابتا واش تعلم من ليكسبيريونس ديال الماتش اللي داز مع نفس اللعاب ونفس البيرسوناج. الكادو كيستعمل هاد رايزين تاكل اي دونك قرا ليه الموف قدر يحكمو بسوبر كان خطيره شويه هاد القضيه اللي دار كان يمكن له على يعني على شويه كان يمكن له يتقاس ولكن الكادو كيتحس انه اولا لا سبيسيال كبير سبيسيال كبير ديال شوي قدر اللي زعما كي جابو في واحد الوقت اللي اي الكادو بقات له كينغ كرام عنده لافونتاج مول جافيل تشوي با 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 ليفل 2 سوبر ليفل 2 واش الكادو يقدر يدير شي حاجه بريسيون كبيره اللي دارها مول جافيل تشوي واللي يعني بكل صراحه يعني غيرات بصرا ديال ماتش صالح مول جافيل 1-0 يعني كنا كنقولوا يعني شخصيا كنت كنقول الماتش ديال الكادو ما شفناه شنو دار التاري ولكن تشوي قدر يعني مول جافيل تشوي قدر يدير المستحيل وقدر يقلب وياخذ لافونتاج اللي كان عند الكادو. اذا لعب قرروا يبقاو على نفس لي بيرسوناج نفس الترتيب pour une fois pression ديال إلغادو بروبير ولا والشوريو ديالو اللي كيدير بيد كبيره اللي خطيره شويه لان اون فوا تكاردات بدلتها بعيد كتكون تقدر تغير كل شيء. مول جافيل اوفر هيد قدر يربح الراوند الاول ديال الماتش. بريسيون بريسيون ديال تيري يقدر يحيد عليه فوالا دونك يقدر يحيد نيلسون كوم سا تقريبا ماشي تعادل لان كيبقى الكادو عنده لافونتاج لان عنده ثلاثه ديال لي سوبر. هذا الماتش اللي شفناه شحال مره اليوم واللي ديما الاوت كام ديالو ما كنعرفوش لانهم ديما كيفرجونا الكادو مو جافيل تيري وجو اي ما عرفتش علاش مشى لماكس مود الوغ كو لاخر كان بلوكي كنظن كان هذا خطا من الكادو انه ضيع داك السوبر اوف مول جافيل لعب بالعقل بشويه سبيسيال كبير لا تعطل مع الاسف دونك ضيع كاع لي سوبر اللي عنده افونتاج دابا عند الكادو
تدخل الماكس مود نشوف واش يقدر يدير به شي حاجة. مع الأسف ما نظنش لأن مولجافيل قدر. أي 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 كانس كويك كانس كويك مود كويك ماكس مود كانسل. مولجافيل عنده لافونتاج ومشى رايزن تاكل مشى خاوي دونك قدر الكادو قدر مولجافيل يستغل الفرصة ويحيد عليه التالي. الكادو دابا عنده آخر بيرسوناج هي كينغ. الكادو ماكسيموم ديال لي ستوك سوبر. مولجافيل كان عنده واحد قرر انه يستعمله في ماكس مود ولكن الكادو بلوكاه كامل دونك ضيع داك السوبر. مي ما نساوش ان مولجافيل مازال تشوي مورا تشو. اما الكادو فهذا هو كينغ هي الكاركتر الاخر ديالو. مولجافيل كيربح الماتش وبالتالي غادي يمشي الان وغادي يلعب ضد فريزر. يعني هذا الماتش ديال مولجافيل مع الكادو شفناه شحال مره اليوم وكنستمتعوا به. كل مره كنعاودوا نشوفوا لقاء جديد بيناتهم سورتو ملي كنهضروا على تيري كونتر جو. كنشوفوا في نفس الوقت لي ماتش الاخرين اللي كاينين كتشوفوا مع الشاشه اللي يعني حاليا كاينين كيلعبوا الدراري او ميم طون واللي يمكن لكم تشوفوهم بطبيعه الحال في لي ستريم الاخرين ولي ريزولتا ديالهم غادي يكونوا غادي يداروا في لو سيت ديال لا فيديراسيون. اذا دونك نكملوا الماتش ديال اف سي مستقل مع مازاغون اي سبور. مولجافيل غلب الكادو وغادي ندوزو دابا مولجافيل كونتر فريزر. نشوفو شنو غيقدر يدير كونتر فريزر. ما نساوش ان فريزر خسر 2-0 مع فيتري كاي. نشوفو واش غادي يكون واش مولجافيل غادي يقدر يعني يدير يكون يحقق نفس النتائج اللي دارها الرفيق ديالو في التيم اللي هو فيتري كاي ولا فيتري كاي اولا فريزر غادي يقدر يعني ينتقم ويقدر يربح بسهولة ولا ماشي بسهولة ضد مولجافيل. إذن معكم نبيل نيوجيونا مباشرة من لا ليغ ناسيونال ديال كينغ اوف فايترز 14 اللي كنذكر انها اون ليغ بيلوت داكشي علاش سميناها اديسيون زيرو رود تو كينغ اوف فايترز 15 هو الطريق لا ليغ ديال 2022 ان شاء الله ديال كينغ اوف فايترز 15. إذن فريزر بهاين هايدرن شوني كونتر مولجافيل تشوي جو وانطونوف. دونك قرر انه ياخذ انطونوف. انطونوف هو من لي بيرسوناج اللي ما كيصلحش لا في الاول لا في الثاني وبالتالي داكشي علاش مولجافيل دارو ثوازيام لان خاصو لي سوبر باش يقدر يلعب مرتاح. نشوفو شنو يقدر يدير مولجافيل بتشوي اللي دارو هو الاول كونتر فريزر افيك هاين. فريزر بسهولة يعني يقدر يحيد شوي وبالتالي عنده افونتاج كبير على مولجافيل. يعني شفت شنو يقدر يدير جو يقدر يدير يعني شي يعني سوربريز جو بداية مزيانة. مع الأسف ما قدرش يحكم ما حكموش بالليفل 2 سوبر ليفل 2 دونك ضيع جوج ديال لي سوبر. مع الأسف هكاك اوتوماتيكمون كيعطي لافونتاج الفريزر. يعني حتى معنويا لو جوغ اللي كيضيع شي حاجه بحال هكا وكيكون عول على دو سوبر ومشاو ليه بجوج يعني كتلعب على النفسيه ديالو في الماتش. فوالا عاودو قال انه بغى يثبت الفريزر ويثبت لينا انه هذاك ما سافي با دير انه ما كيحكمش هذاك الكومبو انه يقدر يديرو ودارو وكان هو السبب باش قدر يحيد هاي الفريزر. فريزر بهايدن يرجعوا للمرتبة الثانية. اي 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 واش غادي يقدر يكمل
يقدر يكمل ما عندوش مع الاسف كان يمكن له يكمل السوبر ولكن خاف يوقع على نفس المشكل ديال قبيله انه يكون اللعاب رجع اللور في القنت وما يقدرش يحكموا بذاك السوبر دونك فضل انه ما يديروش وحاجه اخرى عاوتاني انه ما بقاش الجو بزاف ديك الساعه دونك فضل انه ما يضيعش السوبر اللي يقدر يحتاجو اللي غادي يحتاجو ماشي غير يقدر في الماتش الجاي كونتر انطونيو. Match point and freezer avec Hayden contre Antonov. Antonov ما بقاش عنده مول جافلين ما بقاش عنده سبيسيال هاد الساعة يقدر يعمل واحد اخر انه هايدن اي 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 انتونوف انتونوف تا هو ماشي شي يعني مع برافو برافو دونك ضيع المرة الأولى مشى للجهة الأخرى وقدر يطيحو عاوتاني على سوبر وجابي نضيع شي شويه بانطونوف ولكن واخا هكاك نفس قضية ثانية حاول انه يحكمه بالسوبر ولكن لا مع ذلك كيبقى صعيب صعيب على مول جافيل يربح هذا الماتش وفريزر 1-0 بور فريزر يعني ولو انه كنت حيد ليه هايدن كنت ربح مع انطونوف كان غيبقى له لعاب اخر شوني ديال فريزر اللي هو صعيب صعيب بزاف دونك كان يعني ما كانش غادي يكون ما نظنش كان يكون واحد التغيير كبير ولا ان غون شونجمون كون قدر يربح انطونوف يربح هايدن دونك غندوزو دوزيام ماتش غنشوفو واش غادي يخليو نفس اللعابه ولا غادي يقرروا انهم دونك قرروا انهم يخليو لي ميم بيرسوناج ونفس الترتيب وغا ريماتش رابيد نشوفوا واش يعني هذا كيبين على ان مول جافيل عنده ثقه في لو شوا ديالو وعلى انه كيظن انه غادي يعني يتعلم من هذا الماتش وانه غيقدر يبدل الخطه ديالو ويتادابط لا سيتوياسيون يتادابط للجيم بلاي ديال فريزر با 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 فريزر ما كيتفلاش مشى شوي مشى رابيد 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 15 سكوند ولا شحال 17 سكوند يعني فريزر ما يعني مستوى بزاف بزاف نشوفوا شنو يقدر يدير مول جافيل بجو حتى ملي كيمشي لك لعاب بواحد السرعة كما قلنا كي عنده واحد التأثير على النفسية ديالك في الكمالة ديالو خاص لي جوار لو جوار برو كيحاول أن بحال هاد الحوايج ملي كيطراو بحال هكا كيمشي ليه لعاب بالزربة كيحاول أنه ما يأثروش عليه بوغ لو غيست ديال لو ماتش دونك مون جافيل دخل الماكس مود مع الأسف ما دارش بيه غون شوز فريزر واخا خاسر حاليا من ناحية الإنرجي ديال اللعاب إلا أنه أون كونترول ديال الماتش وقدر أنه كان كيساين الفرصة ديالو باش يدخل اون ماكس مود هذا راوند ديال مول جافيل مع الاسف مشى ليه شويه ديال الانرجي ديال جو فريزر افيك هايدر تري تري ديفيسيل ما خلاش من الاول عرفوا انه يجي عنده دالي سي دي مول جافيل كيعاود الكومبو ديال سوبر ديال جو سوبر واش غادي يحكمو ما غادي يحكمو ما غايقدرش ما غاديش يضيعو ما عاودش دار نفس الخطا اللي وقع ديك المره ضرب ليه حسابو مول جافيل عاوتاني بهذا السوبر كومبو سوبر اللي عزيز عليه مستوى كبير للجوار بجوج تبارك الله عليهم والحمد لله اللي كنقدروا نشوفوا هذا الشيء هذا المستوى ديال هذا اللعاب ونشوفوا كاع هاد لي جوار ديالنا كيلعبوا ضد بعضياتهم اللي يعني كنشكر اونكور اون فوا لا فيديراسيون اللي دار هاد لي تورنوا اللي غيجمعوا هاد الدراري ديالنا ونشوفوا هاد المستوى ديالهم كان فريزر توجور بهايدن لعب مرتاح لان باقي له جوج لعابه عنده دو سوبر مول جافيل بقى لي انطونوف بوحدو وما عندوش سوبر افونتاج كبير كبير عند فريزر كما قلنا لا 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 ما كيتفلاش هاد السيد بهايدن Three.
كاين حتى يعني انطونوف كيقدر يدوز في يعني في الطلقات ديال هايدن واللي هما اللي كيخليوه كيعطيو لهادن واحد لافونتاج اون فوا كتحيدهم ليه في هذه الحاله كيولي شويه ليميتي. ولكن نونباش ان فريزر دخل او اكس مود الماكس مود باش يدير طلقات او اكس لان في 14 باش يدير او اكس خاصك تكون او ماكس مود. مور جافير قدر يربح هذا الراوند انطونوف. شوف شنو غايدير كونتر شوني. فريزر عنده لافونتاج من ناحيه الانرجي من ناحيه لي ستوك دونك ديال السوبر عند ثلاثه. مع ذلك يعني ما مخليش فرصه لفريزر باش يدخل يعني في الحاله كيدابز معاه ما غاديش يضيعوا سبيسيال كبير. سبيسيال كبير ديال شوني باش هو اللي اختار فريزر باش يسالي هذا الماتش ويربح لو سيت 2-0 بور فريزر. اونكور اون فوا ماتش واعر بزاف مستوى كبير بزاف ديال لي جوغ كاملين ديال لي جوغ بجوج مول جافيل بطبيعة الحال فريزر. دان توجور حنا توجور في لو ماتش ديال اف سي مستقل كونتر مازاغان اي سبور. في نفس الوقت كنذكر ان عندنا دي ماتش واحد اخرين اللي كيتلعبوا في نفس الوقت اللي كاينين سوغ دوت ستريم هما كنشوفوهم هنايا. ما كنشوفو رايزو باغ اكزومبل كاين سوكو كري اتينا كنشوفو شوني لوف لوانغ اللي هو كنظن انه عبدو كوف لان كنظن هادوك وي اكزاكتومون ام دي جي اس اي سبور كونتر امبيريال نايتس. Then, on est toujours sur Kimagna FC Moussaqil contre Mazagan eSport. On va voir qui va débuter ce match. On va voir V3K contre V3K. Le match commence. FC Moussaqil contre Mazagan eSport. V3K contre Freezer. Freezer بدل حيد هايدن ودار بلو ماري. ديزر ديما كيبدا بهاين فيتري كي بيني مارو فريزر كياخد كيربح البخومي غاوند. اي فريزر ما كيتفلاش بهاين وغيحاول يحيد عليه ليونا واللي غيقدر يديرها لان سوبر بولا سوبر ما خلاش فيتريكي فين يتنفس. مع الاسف فيتريكي مشاو ليه جوج ديال اللعابه اي بيان سور دابا افونتاج كبير عند فريزر. واش غنحضرو او سي في واحد اخر واش يقدر فريزر يربح في تريكي لعب واحد. ماشي هذا هو المهم. المهم هو ان اللعابه بجوج دايرين الجهد ديالهم وكنشوفوا المستوى العالي ديالهم بجوج
Then, Vitry qui est chouné. Pression kbira kbira à la haine, la freezer. Reste à mes super, mais je suis à mes super, il y a un match round de Vitry qui est. ريزل بلوميري اللي كيتقن اللعب ديالها بطبيعة الحال، ما عرفتش شنو اللي خلاه يختار بلوميري اوليو دو هايدن. حاليا فيتري كي ما لقاش صعوبة مع بلوميري، فيتري كي قدر يحيد بلوميري الفريزر لهاد لو ديرني راوند. فريزر كونت فيتري كي، شوني كونت شوني. فيتري كي ولي عندو لافونتاج ساعة كونترول دو ماتش. مالوغوزمون مبقاوش لي ستوك، فريزر باقي ليه جوج، واش غيقدر يستعملهم باش يربح هاد الماتش؟ فيتري كي مازال مساليناش، كان يمكنو يسالي الماتش، كان يمكنو يسالي الماتش في ذاك الوقت. غنشوفو واش هذاك خطأ كبير اللي دار، لأن البريسيون أي 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 كارد بريك فريزر. واو 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 واو، كان ماتش كان ديال كان الماتش ديال فيتري كي، ولكن هذيك اللي ضيع، هذيك يو ذاك الموف اللي ضيع مع الأسف، مع الأسف فيتري كي بيان سور لافونتاج ديال فريزر قدر يستعملو ويربح الماتش. إذن فريزر كونتر فيتري كي، فريزر ربح لو ماتش. نيفو ان ستيل اللي ولفنا على فريزر. إذن on est toujours sur le même set, même rencontre, FC Moustaqil contre Mazagon eSport. Prison. طبعا les mêmes persos. واش فيتري كي يعني غادي يحاول يتادابتا، واش غادي يتعلم من الماتش اللي قبل. فريزر تقنية عالية كيربح الراوند الاول ديال الماتش. فيتري كي بليونا ما ضيعش الوقت في ظرف 8 ديال الثواني كيربح الراوند. شوفوا شنو يقدر يدير فريزر بلوميري كونتر فيتري كي ليون. اي
شو شحال الدامج، شو شحال الدامج اللي دا عليه؟ 60% مشات في لي 10 بروميير سكوند ولا 12 بروميير سكوند مع فريزر بلو ماري لي لا ديسيدي باش يحيد هايدن اللاعب القوي اللي عنده ويدير بلو ماري. ما دركك الا وعارف علاش، وكيبان لينا النتيجه ديال هاد لو شونجمون اللي دار فهاد لو ماتش كونتر فيتريكي اللي بقى ليه ان سو بيرسوناج شوني اللي قبيله يعني بين لينا انه يل ميتريز بوكو مي اون ميم طون باقي فريزر باقي عنده بلو ماري باقي عنده شوني حتى فيتريكي على اتاك ان يقدر شو يعني جو بونس ماتش الراوند ديالو. دونك راوند ديال فيتريكي راوند واحد بحال لا ديرنيير فوا شوني كونتر شوني فيتريكي يقدر واش غادي يقدر يدير واحد لواحد في هذا الماتش. هاد الساعة هو اللي عنده لافونتاج ما خاصوش يضيع. لا 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 كان يمكن له يسالي الماتش ديك الساعة، كان يمكن له يسالي الماتش. غنشوف واش هاد الخطأ اللي دار غيكلفو الماتش ولا لا. فريزر فريزر على اتاك ثلاثة ديال لي سوبر. اي 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 سوبر خطأ كبير. اوي 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 فريزر فريزر عاوتاني يعني نفس الطريقه كتعاود. حتى كنقولوا راه صافي الماتش ديال فيتريكي وعلى ود شي خطا ولا دروب ديال كومبو فريزر كيستغل الفرصه كيستغل الفرصه وكيربح الماتش. وعلى زعما دي ماتش هادو الاخرانيين سورتو بزاف فيتريكي فريزر كما قلنا نيفو طالع بزاف نيفو كبير بزاف اللي كنشوفو اليوم ديال اللعبة ديالنا. وانا متاكد تاني ماتش الاخرين اللي ما يعني اللي ما درنا ما دوزناهمش في هاد لاشين في هاد لو ستريم اللي كاينين في ستريم الاخر متاكد حتى هما فيهم دي مومون بحال هكا ديال بحال اللي شفنا دابا فيتريكي مع فريزر دي مومون اللي ما غاديش نساوهم من هاد النهار الاول ديال لا ليغ ناسيونال ديال كينغ اوف فايترز 14. إذن حاليا ندوزو بقاو توجور على لو ميم نفس اللقاء اف سي مستقل مع مازاغون اي سبور. شوفو شكون اللي غادي يلعب دابا شكون اللي غادي يختار كل فرقة غتختار اللي غادي يبدا البرومي ماتش. On est à 1 chacun. Égalité. Encore une fois. Merci à vous. Merci de faire jouer là. Merci la fédération. Ou bien sûr, merci les joueurs. Les... يعني جاوا وحمروا لنا الوجه وبينوا المستوى ديالهم اللي حنا ديما كنا كنقولوا ان المغرب عنده يعني مواهب وعنده ناس في الايسبور اللي في الفايتينغ في الايسبور اون جينيرال اللي عندهم مستوى. واليوم كنقدروا نشوفوا هاد الناس وكنقدروا نشوفوا هاد المستوى مباشره من لا ليغ ناسيونال لا بروميير ليغ ناسيونال دو جو فيديو ماروك كينغ اوف فايترز 14 اديسيون 0 رود تو King of Fighters 15 donc طريق الى كوف 15 اللي غادي يكون لان دي جو برينسيپو ديال لا ليغ ماروكان 2022. معكم نبيل نيو جيونا اونكور اون فوا. يمكن لكم تشوفوا لي ماتش الاخرين كما قلنا دونك اربعه لي ماتش كيتلعبوا اون ميم طون
quand tu vois les matchs sur les autres streams, le lien, les liens qui sont en description de la vidéo, il y a les deux streams. On lit bien sûr qu'il y a les archives, tu vas voir les matchs, tu vas voir d'abord, tu vas voir en même temps, tu vas voir les résultats sur le site officiel de la fédération, frmje.ma. On attend que les joueurs décident ce qu'on leur a dit la Wallow. Prochaine chauffon. Le deuxième set, deuxième rencontre. Je compte les radis la Wallow ou je compte les radis Ether. Qui m'a gagné le hadaf Hua Dielhead, la première phase du tournoi Hua. Je trouve que je connais Rayakun Endo les points. Donc en attendant, Randozo, l'équipe, un autre match des Hua MDJS contre Imperial Knights, Wolfman contre Horizon. يعني بلا ما تحتاج تشوف الاسم ديال اللعاب رايزو يسوفي دو فوار كينسو اتينا وكوكري في تيم غتعرف كو رايزو وولفمان يوري زالينا بطبيعه الحال تشين هو لو سول جوور جو بونس لي في لو تورنوا اللي كيستعمل تشين دونك يسون ا ايغاليتي وولفمان كيربح راوند الاول بيوري الان رايزو غيبين لينا شنو يقدر يدير باتينا وديجا شفنا كو عنده مستوى كبير بزاف باتينا ولا بريسيون اللي كيدير بسايكو بولز وولفمان ما خلاش رايزو يدير البريسيون بسايكو بولز كل شويه كيجي لحداه ما عطاش ديك لا ديستونس اللي خاص اتينا باش تقدر تلوح هذوك لي بروجيكتيل ديالها يعني بسهوله بسون بريسيون لا 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 خطا 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 ديال وولفمان خطا ديال وولفمان ما عرفتش شنو دا علاش تلقى داك السوبر ما عرفتش واش كان عوال انه غيكون كونفيرم ولكن ما كانش كونفيرم وولفمان بزالينا اللي نورمالمون كيديرها هي الاول في سميتو في الترتيب توريو في محلو يعني بلوكا كان خطير شي شويه كون بلاك كون وولفمان بلوكا كان يمكن يكون عنده عواقب وخيمه على رايزو ولكن بريسيون كبيرة داير وولفمان لرايزو هو الحل الوحيد ضد اتينا والبريسيون اللي كدير بسايكو بولز رايزو بلا البريسيون ديالو وولفمان ما قدرش تغطى سحبنا دوبل كيو ساعة وولفمان دونك وولفمان كيربح راوند اخر لحظة يعني كان قريب بزاف كان يمكن يخسر ما نساوش ان رايزو مازال ليه كوكري وولفمان باقي ليه زالينا وتشين اللي هو تشين يعني عنده هو البيرسوناج الخطير تشكيله الفرقه ديالو oh,
Then Walkman chin. الان في المين ستريم ديالنا مازال ما شفناش شنو يقدر يدير وولفمان بتشين. طبعا الحال كان في الستريم الاخرين هو كيعمر شتو عنده 6 ديال عنده 3 ديال السوبر وعنده 6 ديال العمارات ديال ديالو. نشوفو شنو يقدر يدير بهم. اي 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 ويك اب سوبر مع الاسف تقاطع والافونتاج بطبيعة الحال في يد وولفمان. اي 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 بريسيون اللي كاينه على رايزو دابا اكثر من اللي كاينه على وولفمان. وولفمان كيربح. دونك غادي نرجعوا الاف سي مستقل كونتر مازاغون اي سبور اللي عندنا حاليا فريزر كونتر فيتري كاين. مع إيغاليتي واحد لواحد. هاد لا بروميير رونكونت. ان زيرو بوغ فريزر. هاد لو تخوازيام ماتش. لو تخوازيام سيت. Then 1-0 à FT2. Donc Freezer, Blue Mary Hein, Shunei, V3K, Benny Maru Hein ou Shunei. Donc il n'y a pas un changement à part à des comptes qu'on donne. Changement de tartib d'yel l'ab, d'yel les personnages. تاو بقى ميرو الماتش ديال هاين بريزر كونت فيتريكي. كما قلنا بطبيعة الحال هاين العباس ديالو هو انك هو تنقاز بالسي دي بلا بلوكاب باش كتكونترولي لا زون ديالك ما كتخليش يجي لعندك. داكشي اللي كتشوفو فرصة ديال فيتري كي ما ضيعهاش وقدر يعني يوليو تقريبا ايغاليتي. نشوفو واش فريزر يقدر يدير شي حاجة ولا يكون هذاك الخطا هو اللي كلفو. لا اذا فريزر كيربح الراوند كونتر فيتري كاي. بالنسبه لي زوطخ ماتش اللي كاينين عندنا ولا الريزومي ديال لي بوين اللي عندنا لحد الساعه. دونك عندنا بلاك لوتوس فرقه بلاك لوتوس تيم هي الاولى فيك 3 بوين تابعها ام دي جي اس اي سبور 3 بوين امبيريال نايتس 2 بوين جوفنتوس اكاديمي 1 بوين اس ا اي سبور ونهضه الرياضيه 0 بوين. دونك حاليا اف سي مستقل ومازاغون ان بوان شاكان. دونك اون فا فوار شكون اللي غادي ياخذ لو دوزيام بوان. ريزر بلو ماري
Vitrike Benimaru. ماتش مستوى قريب قريب بزاف. يحاول يخلي بلوماري بعيدة. بيزر كيحاول يلقى اوبنين باش يقدر يدخل. داكشي اللي دار دار فريزر. كيف لعب اللعب الاخير ديالو روني. روني ميرور ماتش. شوفوا واش فريزر يقدر يربح 2-0 او لا فيتريكي يقدر يدير التعادل. حاليا فريزر عنده لافونتاج 3 ديال لي ستوب 3 سوبر. مشى الماكس مود ولكن مع الاسف ما داش به شي حاجه. مي فيتريكي استعمل الماكس مود واخا ما عندوش سوبر ولكن دامج عالي بزاف اللي يقدر. اي 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 اي, اي فريزر واش يقدر فريزر يدير شي حاجه. لافونتاج اكلير لافونتاج عند فيتريكي اللي كيدي الماتش. دونك ايغاليتي 1-1. نشوفوا هذا الماتش الاخر واش فريزر ولا فيتريكي المستوى ديالهم قريب بزاف. سورتو ملي كنهضروا على شوني الا لاحظتوا يعني شحال مره كنقولوا راه لابال عند فريزر كتقرب كتولي يعني في واحد الظرف وجيز كيقدر واحد فيهم ياخذ لافونتاج ويربح الماتش. يعني مستوى قريب قريب بزاف سورتو ملي كنهضروا على شوني وديما كنوصلوا للثوازيام ثوازيام بيرسوناج كونتر ثوازيام بيرسوناج. اذا ان التعادل حاليا 1-1. انا نشوفوا كاينش ان شونجمون. هاينو شوني عند اللعابه بجوج. كوكري عند فيتريكي وبلوماري عند فريزر. ديما بالميرور ماتش ديال هاين كونتر هاين فريزر كونتر فيتريكي 1-1 حاليا. لا بالنسبة للعابة ولا بالنسبة للتيمز. يعني قراب من بعضياتهم بزاف وانا ايكاليتي تقريبا لا من ناحيه الانرجي لا من ناحيه لا كيما كنقولوا لا مزير بزاف يعني حتى واحد ما كيخلي الاخر. مستوى قريب قريب بزاف. خطا مع فيتريكي ولكن ما قدرش يستغلو كامل فريزر. رغم ذلك فريزر كيربح الراوند الاول ديال هذا الماتش. فيتريكي بسرعة كيحيد عليه هاين من الطريق. كيرجعو ايكاليتي من ناحية يعني لانيرجي و لو نومبر ديال لي بيرسوناج يبقى ليهم. فريزر بكوكري
ليتري كاين بيني مارو وشنو يقدر يدير فريزر شنو يقدر يدير ليتري كاين حاليا فريزر عنده لافونتاج كوستوك مقرر انه يمشي لماكس مود كروس اب جميل ديال بيني مارو اي 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 يعني كما كنقولوا كما قلت قبل اللعب مزير بزاف مستوى قريب قريب بزاف وما باينش حاليا شكون اللي عنده لافونتاج ما باينش شكون اللي غادي يربح كيبقى ان فيتري كيقدر يربح هاد الراوند نو فريزر بقى ليه شو نايم بوحدو واش يقدر يدير بها شي حاجه يقدر يحيد جوج ديال اللعابه يقدر يحيد بيني مارو ويغلب شو ناي هنا يعني فريزر في السوق فوالا دونك خاصو يحيد على بيني مارو وكيبقى عنده شوني بالانرجي كامله هي صعيبه شي شويه ديجا شفنا عند المستوى ديالهم قريب بزاف وشفنا على ان شحال مره حتى لاخر لحظه وكنقول واحد فيهم غيربح كيصدق الاخر اللي رابح دونك صعيب علينا اننا نتوقعوا شكون اللي غادي يربح هاد الراوند وبالتالي هاد الماتش وهاد لوسيف فريزر قريب بزاف ما نقدروش نقولوا شكون اللي غادي يربح افونتاج عند فريزر حاليا ولكن يقدر كل شيء يتقلب وفريزر كيربح لو ماتش 2-1 بور فريزر كان ماتش اونكور اون فوا قريب قريب بزاف مستوى متقارب بزاف ديال لي دو جوغ حاليا هذا هو لو ماتش اللي يعني لا رونكونتر اللي باقيه نتمنى انكم يعني اللي كتفرجوا معنا مباشره انكم كتستمتعوا بهذا يعني هذا الليفل طالع العالي ديال لي جوغ ديالنا فريزر مورجافيل الغادو فيتري كي وكاع الاخرين اللي شفناه وولفمان اوز رايزو اذا دابا هذه لا بروميير رونكونتر داتها مازاغون اي سبور دونك ندوزو لا دوزيام رونكونتر encore une fois, Freezer contre Vitry K.
苦労しな。Round two. Ready? Go! 行きます。行きます。行きます。ほら！行きます。でも、僕。見えるかい？حاليا الى فريزر يربح هذا لو ماتش دونك غادي يكون 2-1 بور مازاغون اي سبور وبالتالي هما اللي غياخذوا بوين ديال لا ليغ فريزر كوكري مولجافيل نيلسون بلوك سترينغ خطير جدا ديال فريزر اللي قدر اي 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 او لا 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 كان حاول انه يدير شي حاجه بداك السوبر ولكن بلوكا الدقه ديال كوكري اللي كي دي دوزيام راوند كوكري كونتر جو موجافيل ورانا ديجا كو Il maîtrise Joe. Je pense que j'ai fait des choses contre Freezer Leo. Il est allié à l'attaque. Il a une pression kbira kbira à la Moujavel. Aïe 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 aïe. Machla, il a fait des choses. Machla, il a fait ce qu'il a fait. Moujavel, donc il est le max mode. Je pense que j'ai fait des choses. Mais Freezer, Machla, il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses. ورغم هاد لا بريسيون ديال مولجافيل كيبقى فريزر عندو لافونتاج دان فريزر 1-0 كونتر مولجافيل واللي يعني بان ان فريزر كان عندو ان كونترول يعني شبه كامل على هاد لو ماتش اللي عاد داز دابا اذا اللعبة بجوج قرروا انهم يديروا ريماتش نفس اللعبة نفس الترتيب نشوفوا واش غتكون النتيجة حتى هي نفسها ولا غتكون مختلفة نشوفوا واش مولجافيل غادي يتعلم من الاخطاء اللي دار كونتر فريزر ولا يتادابطا لو ستيل ديال فريزر دابا تشوي كيما قلنا عنده الهورت بوكس ديالو صغير دونك صعيب انه يتقاس ولكن فريزر قدر يلقى اوبنين وقدر يدير دامج كبير مي مولجافيل مازال ما استسلمش بطبيعة الحال فريزر يربح راوند اي 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 فريزر فريزر هاين يورانا انه عنده ميتريس كبيرة ديال هاد بيرسوناج مونجافيل قدر يحيد فريزر يحيد هاين فريزر اللي منساوش ان فريزر مازال ليه جوج ديال اللعابة قويين بزاف جوج ديال لي بيرسوناج كوكري اللي ديجا ورانا انه يعني متمكن منه وكذلك بطبيعة الحال شوني Yeah.
مول جافيل هي اللي نعتها واحد الراوند انه تادبط الستيل ديال فريزر وما يبقاش الماتش كما كنقول وان سايد، ولكن مع الاسف فريزر اي 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 كوكري لا 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 على مستوى عالي بزاف 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 ديال فريزر اللي قلب المجرى ديال الماتش في ظرف فرمش تعيل وصدق هو اللي ربح الراوند. دان ماتش بوينت بور فريزر بور تيم مازاغو اي سبور. اي سبيسيال كبير هادي وي محلو ريزل قالي شوني كونتر جو لي ديرني بيرسوناج ديال لي جوار بجوج فواش النتيجة تكون مختلفة على الماتش اللي داز. فريزر عنده افونتاج ديال 3 سوبر الحال بشوني خاصو يدخل عند جو الا بغى يدير شي حاجه، وفي نفس الوقت مول جافيل عارف هادشي وكيحاول ما يخليهش يدخل. اي فريزر اون ماكس مود شنو غايدير؟ ما قدرش يكمل، ولكن واخا هكاك ريسات اي سيفيني وقيلا دان فريزر قرب مول جافيل عنده يعني شبه مستحيل انه يدير شي حاجه، شبه مستحيل ولكن ماشي مستحيل، نقدروا تكون عندنا سوربريز. اذا فريزر كيربح الماتش، وبالتالي لو بوين غادي يمشي مازاغون تيم مازاغون اي سبور 2-1. يعني ماتشات ذو مستوى عالي جدا، اللعابه بينونا المستوى العالي ديالهم، وهذا كما كنا كنقولوا يلاه نهار الاول، يعني يلاه نهار الاول شفنا دي ماتش انوبلياف، ولكن هذه كما قلنا مازال البدايه. اذا حاليا بالنسبه لي بوين دونك عندنا اون بروميير عندنا ام دي جي اس افيك وولفون عبدو كوف 3 بوين، عندنا بلاك لوتوس اتشيزم اكس فريم تاعهم 3 بوين، عندنا امبيريال نايتس اي سبورتس كلوب رايزو هوكاغي ساما 2 بوين، مازاغون اي سبور كلوب 2 بوين، ou un point pour FC Mostaqed Vitry Kemoul Jabir ou Juventus Academy Maroc Oz Yoroshi ou malheureusement on a SI Sport Yuma Zoni ou Gankiller X ou Nahda Berkania 0 point Red Raven Mixonovici. اذا كيما كنا كنقولوا هذا هو كان النهار الاول، كنشكر بزاف ان غران ميرسي افو بيان سور لي تيليسبيكتاتور اللي تبعتوا هاد النهار الاول ديال لا ليغ كينغ اوف فايترز ليغ ناسيونال كينغ اوف فايترز اديسيون 0. ان غران ميرسي بيان سور لا فيديراسيون اللي خلات لينا ودات لينا هاد المجال ودات لنا هاد لو تورنوا اللي كنا كنحلموا به حنايا كفان ديال لي جو فيديو. دونك ان غران ميرسي ا توت ليكيب توت لا فيديراسيون رويال ماروكان دي جو الكترونيك، و بيان سور ان غران ميرسي لي جوور لي يعني لي جاوا وبينوا لنا المستوى العالي ديالهم. دونك هذا كان النهار الاول، ان شاء الله تابعونا وغنكونوا ان شاء الله لا سيمين بروشين سامدي بروشين بور الكماله ديال لا بروميير فاز ديال لا ليغ. بالنسبه دونك كليكم تعاودوا تفرجوا في لي زارشيف ديال ستريم سور تويتش، و بيان سور لي ريزولطا راه غتلقاوهم سور لو سيت اوفيسيال ديال لا فيدراسيون رويال frmje.ma. Donc encore une fois, merci beaucoup et à la semaine prochaine, Inch'Allah.